أنا والدي ووالدتي هاجروا من قالت قطاع خان يونس للسعودية، فأنا عشت واتولدت وتربيت في السعودية، بس كنت يعني كل سنة كنا بنستقبل خالاتي عماتي ستي، يعني تشبعت بحب فلسطين وبحب الوطن والهوية والقصص الفلسطينية من والدي ووالدتي. طب اتحاد المرأة الفلسطيني اللي حضرتك مسؤولة عنه بالظبط. بيقدم ايه للمرأة الفلسطينية وللبنات والطلبة اللي موجودين هنا في مصر؟ احنا عندنا الاتحاد طبعا من خلال اللجان المختلفه، عندنا لجنه الاعلام، لجنه الثقافيه، لجنه العلاقات الداخليه اللي بتتواصل مع الفلسطينيه داخل مصر، وفي عندنا لجنه العلاقات الخارجيه اللي بتتواصل مع مختلف الاحزاب المصريه ولجان المراه والمؤسسات الداعمه للمراه الفلسطينيه. احنا طبعا من خلال اللجنه الاجتماعيه بنساعد المراه الفلسطينيه التمكين بهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال المشاريع الصغيره، تطريز المطرزات الفلسطينيه، الماكولات الفلسطينيه، يعني احنا عندنا انتاج احنا بنحيي من المطرزات الازياء الفلسطينيه اللي موجوده بالضبط معانا، هذا وان يعني انتم بتتوارثوها، وهو ده المهم اللي بنحافظ ده على عنوان الهويه. الهويه والتراث اللي احنا لازم نحافظ عليه، وخاصة التطريز اليدوي. احنا عندنا بنعلم البنات خاصة الجيل الجديد علشان يتربى على حب الوطن ويفهم انه هذا نوع من انواع المقاومة. احنا لما نتمسك بتراثنا بالثياب الفلسطينية نتعلم التطريز، حتى لو كان تطريز خفيف في بلوزة او في شال، برضو ده يعني وسيلة من وسائل الحفاظ على الهوية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني عريق جدا بمسألة التطريز، وفي صور للكنعانيين اللي هم من اصولنا نحن كنعانيه، بيهدوا للقدماء المصريين، بيهدوا للملوك المصريين. في صور على فكره موجوده، وانا بحب كان نفسي الحقيقه ابعث لكم اياها، وهم لابسين، لانه الكنعانيين بأريحة المدينه اللي انا انولدت فيها هي اول مكان اخترعوا فيه اللون الارجواني، اللون الاحمر، أحمر. فكانوا يلبسوا التطريز الملون. انا كل قطبه في التوب اللي انا لابساه لها معنى، يعني في قطبه السرو اللي هو شجر السرو تبعنا، في قطبه صليب القدس، في قطبه قاع الفنجان هلا رح تحكي لكم مروه عنها. فالقطب هاي قديمه، لانه نحن الشعب اللي اخترع هذا اللون من الاف السنين. وتخيلي كانوا يجوا طبعا قدماء المصريين، الحضارة العريقة العظيمة، كانوا برضو عندنا حضارة عظيمة، كانوا يهدوهم القماش المطرز والملون للملوك المصريين. نجوى، احنا عندنا حرب إعلامية شرسة لا تقل في شراستها عن الحرب اللي على الأرض وفي الجو. انت كصحفية قارية المشهد ده ازاي؟ ممكن ان انا اقدم تعزيه للزميل وائل الدحلوح واقتبس طبعاً كلمه حكاها في عز وجعه، ان هم بينتقموا منا بولادنا.